هاد البريكه عندي انا قديمه، انا ملي تحرق السوق وانايا هنايا، ملي تحرق السوق كنت نفرش عا في الارض، وملي شت الناس كلشي ناضو بنا، وانا بنيت بريريكه بنيتها قعدت نترزق فيها الله. جاو هما ملي رابت عليا جبت انايا هذوك الدراري بناوها ليا، قالوا ملي بناو لي البركه مشاو تيقولوا راه تبنات على البارح، عطات الرشوه عطات شي 100000 للجمعيه وخلاوها بناتها، وانا راني قديمه وها هما الناس هاد الخياطه جيراني باش ما شهدوا، راه من 2014 وانا كاينه هنا، وانا ما عنديش لا عندي 100000 واش كنرقع سراول بجوج دراهم بثلاثه دراهم، كاينه حتى لخمسه دراهم، واش انا هاد 100000 نجمعها من جوج دراهم ثلاثه دراهم؟ انا ما عنديش استيرات، انا عام مسكينه راه عندي وليداتي وراني خدامه عليهم في هاد المويكنه ترقع حويجات، ما عندي لا خمس لا ما عطيت اسيدي حتى حد، ما عطيت الرشوه حتى حد، انا كنت كنفرش ملي شفت الناس هادو يبنيو حتى انا بنيت، انا كنت نفرش هاد الحويجات راه ما عنديش. سيدي انا حارس ديال السوق ديال كوكي، هاد الناس تنتسارى هنايا من بين قروبات العشاء تنتسارى تلقى واحد أربعة الناس ولا خمسة الناس هنا تيصوروا في هاد السيدة وتيطعنوا فيها بأن يلاه تبنات على البارح، وهاد الشيء ما كاينش. القصة وقعت واحد أربع أيام هادي ولا خمس أيام تقريبا، وقعت باش جاو هنايا تيصوروا في الليل تيصوروا في الفيديو تيقول لهم بأن هاد السيدة ما كايناش وكذا وتبنات على البارح وكذا. هاد السيدة هنايا أنا تنعرفها تقريبا أضعف منها البراكة دايرها ثلاث سنين، وهي كانت مسكينه تدير 10 يوطات وكذا وهذه، ومني تحرق السوق وكذا تصاوبت حتى هي بريريكا بحالها بحال جميع الناس، دابا ثلاث سنين وهي تقريبا معانا، وهما تيطعنوا فيها بان راه الناس شاده الرشوه هنا وشاده كذا ويجيبوا من جابوا من هاد الناس في واحد الجمعيه ديال المترشيات هنايا حتى هي توقعت حتى هي حدانا هنايا، ولا هما تيطعنوا في الجمعيه بان تتبيع البلايص وتجيب الناس وتتبيع لهم البلايص، وهاد السيده طعنوا فيها هي الاولى بيديروها حجه كان تبنات على البارح، وهاد الشيء حنا كعساس حتى شي بلاصه ما تتبنى في الليل. السلام عليكم، انا امين السوق، متهميني هاد الناس، شي ناس جاو قال لك اودي هاد البراكه تبنات جديده تبنات على البارح وشهدوا فيا، وهي عندها ثلاثة سنين هادي، وانا عمري ما وصلتها وعمري ما جيت عندها وعمري ما وصلت على شي واحد اللي كنقول ليه كيف بنيتي براكه ما كيجيش عنده، يدبر راسو السلطه اللي كتحمل المسؤوليه ديالها. انا امين ما عندي ما ندير بشي واحد، كاين في السوق كاين، ما كاينش ما كاينش، هذه هي المشكله اللي عندي انا. وجاو الناس جابوا فيديو وكيصوروا في الليل وصيفطوا الفيديو للقائد وصيفطوها سيدي البلاصه، كيقول لي هزدي برارك الجمعيه تحت النور كتزيد البرارك كتبني في الليل كتبني في هذا الشيء، وهذا هو المشكل اللي عندنا. انا عساس في السوق، هذه المراه ثلاثة سنين وهي معانا، هاد المرأة ثلاثة سنين وهي معانا، ما كاين لا بنيان جديد لا والو. اخويا هاد المرأة راه معانا ثلاثة سنين، راه ما فيهاش الكذوب، ما كاين لا بنيان جديد لا بنيان البارح لا والو، ثلاثة سنين وهي معانا. السلام عليكم، انا عندي قهوة السيدة راه ثلاثة سنين وهي هنا، هاد البنية اللي هازة معايا في عمرها عام ونص قبل من ولدها، وهاد المرأة معانا في السوق، انا راه تسع سنين وانا عندي قهوة هنا في السوق قبل من هاد المرأة، وهاد المرأة انا كنشهد بلا هاد السيده راه ثلاثة سنين وهي معانا، هاد الناس راه بغاو غير ظلموها، راه ما كاينه لا رشوه ولا حتى حاجه، اللي عنده براكته راه كاينه واللي ما عندوش راه ما يقدش شي واحد يبني شي براكه، راه هاد السيده بغا يظلموها، راه ثلاثة سنين انا كنشهد هاد السيده ثلاثة سنين وهي في هاد البلاصه هنايا.